متابعينا الكرام، مشاهدينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه التغطية المباشرة من مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل، حيث كما تشاهدون في هذه الصورة نشطاء وشبان في مخيم الفوار يغلقون مدخل المخيم الرئيس احتجاجا على استمرار إضراب اتحاد العاملين في الأونروا، واحتجاجا منهم على التسويف والمماطلة التي كما قالوا عنها وكما سموها في تحقيق مطالب اتحاد العاملين في الأونروا. ردا على ذلك كما تشاهدون في هذه الصورة شبان أغلقوا مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل بشكل كامل، واليوم بحسب النشطاء هنا في مخيم الفوار طبعا لم يخرج الموظفون وطلبة الجامعات إلى جامعاتهم. بكل الأحوال يعني تفاصيل أكثر لها علاقة بهذا الموضوع نتحدث فيها مع أحد الإخوة النشطاء هنا في طبعا مخيم الفوار. مباشرة نرحب. صباح الخير، يعطيك العافية. صباح النور، الله يزيدك عافية. أولا أنا جهاد أبو ربيع من بيت جبرين، أسكن في مخيم الفوار محطة الانتظار لحين العودة. طبعا وكالة الغوث متعنتة من 113 يوم من اليوم من الإضراب، متعنتة عدم استجابتها لمطالبنا، وليس مطالب، هي حق شرعي إن اللي إحنا منطالب فيه هو حق. تقلصات الوكالة بلشت من 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 عشرات السنين، ونحن هذا مش أول إضراب، إحنا خضنا إضرابات في إدارة الوكالة أكثر من مرة. اليوم الاتحاد العاملين لوكالة الغوث عامل إضراب بجميع مرافق الوكالة، والوكالة متعنتة وخص نص المفوض تبع الوكالة. اليوم احنا عندنا وقفة احتجاجية بإغلاق المخيم وإضراب الشامل وتسكير الطرق على هذا الإشي. طبعا احنا منعاني من 113 يوم من عدم التعليم، من عدم رعاية الصحة، من عدم البيئة. يعني عندك عطنان من النفايات داخل المخيم متكدسة، عندك 2500 طالب لهم 113 يوم ما درسوش ولا أي كلمة، المدارس مغلقة، العيادة مغلقة، مكاتب، كل شيء بتعلق في الوكالة من 113 يوم. طبعا هذا الحال مش بس على حال مخيم الفوار، هذا الحال على 19 مخيم داخل الضفة. نعم، فإحنا يعني إحنا نوجه رسالتنا للقيادة الفلسطينية إنه حق اللاجئ في هذا البلد لازم يظل محفوظ، ويظل إحنا متمسكين في حق اللاجئ، لأنه اللاجئ هو الأصل القضية وإله حق في العودة. طيب الفكرة من هاي الفاعلين، شو الرسالة بدكم توصلوها من هاي الفاعلين؟ إحنا رسالتنا اللي بدنا نوصلها إنه إحنا نعاني من مكرهة صحية في المخيم، نعاني من قلة التعليم، من قلة الأدوية، عندك ناس أمراضهم مزمنة يعانون من الأمراض. اليوم إحنا وقفنا، هذا طبعا رقم 15 الفعالية لمخيم الفوار، في فعاليات أخرى شاركنا فيها في المحافظات الثانية، هذه خطوة تصعيدية. راح نتوجه بعد أيام إلى مراكز المدن، نعمل خيم، نعمل اعتصامات احتجاجا على الإشي اللي قاعد بصير والتعنت الموجود. طيب لا يعني لو رايحين بهاي الفعاليات، يعني شو الخطوه القادمه؟ يعني في هناك في لجنه اللي هي تابعه للقوى الوطنيه في مخيم الفوار حاطه برنامج لخطوه تصعيديه. اليوم احنا داخل المخيم، بكره احنا راح نتوجه الى خارج المخيم، راح نتوجه لمراكز المدن، ورايحين نعمل اعتصام في مدينه رام الله عند القياده الفلسطينيه اللي تحنا في هذا الموضوع. نعم، شكرا. حياك الله. ألو. إذن متابعينا الكرام، مشاهدينا، لازلنا نتابع بالتأكيد هذه يعني الفعالية التي نتحدث عنها والتي ننقلها لكم على الهواء مباشرة. أذكر إلى أننا ننقل هذه الصورة من مخيم الفوار إلى الجنوب من مدينة الخليل، والشبان والنشطاء الذين قاموا هذا اليوم بطبعا إغلاق المخيم كما تتابعون وكما تشاهدون بالتأكيد في هذه الصورة التي ننقلها لكم على الهواء مباشرة. طيب صباح الخير، يعطيك العافية. صباح الخير، يعطيك العافية. يعني ليش أنت موجود هون اليوم وشو معاناتكم بالمخيم؟
أول شيء يسعد صباحكم يعطيكم العافية. طبعا يعني الكل بيعرف طبعا أنه ضرب الوكالة صار له تقريبا أكثر من 4 شهور وإحنا داخلين في الشهر الرابع. تعنت الوكالة بهاي الطريقة لا يمكن وصفها. يعني نحن نعاني والجميع يعاني والكل يعرف أنه مخيم الفوار قاعد بيعاني معاناة لا يمكن وصفها. 4 شهور من المعاناة، لا طلاب في المدارس ولا صحة ولا تعليم، النفايات في الشوارع، يعني لا يمكن وصف الوضع. والله العظيم لو انه اقسم بالله لو حيوانات ما بتعاملوا معنا هيك، لا يمكن السكوت عن هذا الموضوع. اليوم اغلقنا المخيم، انا بحكي لكم علنا، انا ما بدي اقعد اخاطب ما فلان وعلنتان واحكي للمسؤولين تعالوا مشان الله. احنا مطالبنا واضحه، يا بنعيش عيشه كرامه صح وبنعيش بحرية، يا بدناش العيش كلياتها. علشان هيك احنا طلبنا مسؤولين، الناسين بنطالب، صار ناسين طويلة بنطالب وبنحكي مشان الله ويا عالم ويا بشر تعالوا قفوا معنا، ولا حياة لمن تنادي. وكأنه احنا عايشين في غابة وفيش حدا سائل عنا. انا بتمنى، احنا اليوم سكرنا الشارع، ما بنعرف شو راح يصير الايام القادمة، والله العظيم ما بنعرف شو راح يصير الايام القادمة. انا بتمنى انه رسالتنا توصل. اليوم سكرنا الاضراب، سكرنا المخيم بسبب تعنت سياسة الوكالة في تجاهل مطالب وحقوق الأخوة العاملين. الموظفين اليوم ما طلعوش على وظائفهم طلاب الجامعة نهائيا، لم يدخل إلى المخيم لا موظفين ولم يخرج موظفين. المخيم تم إغلاقه، حتى الداخلين للمخيم الفوار اللي رايحين على يطا ورايحين على كل على السموع تم إغلاقهم ومنع دخول أي سيارة للمخيم حتى صوتنا يصل للجميع، وعشان الجميع يعرف إنه شو في عنا وإحنا شو اللي بنعانيه. إحنا وضعنا عايشين في وضع مأساوي كبير لا يمكن وصفه. أقسم بالله عايشين في عيشة الله بيعلم فيها. الوضع صعب جدا في هذا المخيم. انا بتمنى ان صوتنا ورسالتنا توصل للجميع. بكفي بكفي. شكرا شكرا جزيلا. اذا متابعينا الكرام، هذه الصورة ننقلها لكم على الهواء مباشرة من هنا، من مدخل مخيم الفوار. ابو هاشم نادين نادين، هيو هيو نزل واحد على وسط المخيم يصور قديش في سباب. طبعا اشير متابعينا الكرام لان النفايات متراكمه سادتي الافاضل داخل المخيم. هذا بالتاكيد نتابعه مباشره الان. طيب الان يسعدنا ان ارحب بالاخ محمد ابو هشهش، امين سر حركه فتح في الفوار. صباح الخير، يعطيك العافيه. شو الرساله اليوم؟ رسالتنا اليوم ان حتى نسمع صوتنا للعالم ولكل ذات اختصاص ان يسمعوا صوتنا ويشوفوا معاناتنا في مخيم الفوار، من خلال يفوت يتفرج على المخيم، من خلال القمامه على باب البيوت في الشوارع عملت لنا مكره صحيه، والموضوع هذا اثر علينا بشكل جدي. فاحنا جينا اليوم نسمع صوتنا من خلال الاضراب الشامل في مخيم الفوار، وان شاء الله راح يكون لنا عده خطوات متتاليه من خلال الايام القادمه ان شاء الله. طب حركه فتح الى مدى تضغط في اطار على الاقل الوصول الى حل وانهاء هذه الازمه؟ احنا بنضغط كحركه فتح على اليونروا وعلى اصحاب القرار في السلطه الوطنيه، حتى انهم يضغطوا معنا على اللارزيني الصهيوني هذا اللي هو جاي بدينه خدمات وكاله الغوث في المخيمات في فلسطين. فاحنا هذا يعني وسيله ضغط، وان شاء الله رايحين يسمعوا صوتنا ويضغطوا معنا من خلال الضغط على وكاله الغوث، حتى انهم يهددوهم بالطرد من فلسطين وغير مرغوب فيهم، انهم قاعدين بيتساندوا مع 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 الاحتلال في انهاء قضيه اللاجئين. طيب شو معاناة الناس جوا؟ قديش القمامة على الشوارع؟ قديش الناس؟ المعاناة لا توصف من خلال الحديث. المعاناة لو تشوفوها على ارض الواقع، تشوفوا المخيم، تشوفوا كيف القمامة على باب البيوت، مكرهة صحية، حتى مع دخول فصل الصيف هاي الريحة القمام صارت تطلع وصارت تدخل في بيوتنا من خلال الذباب، من خلال البعوض، فصارت تأثر علينا بشكل حقيقي. فلهذا السبب يعني احنا بنناشد انهم يسرعوا في حل معاناتنا ومعاناة العاملين العرب. طلاب المدارس طبعا احنا في عندنا اليوم اطفال صف اول ثاني ثالث رابع
في الشوارع، لهم اكثر من 3 شهور في الشوارع مش فاهمين، حتى بطلوا يفهموا. نسال الاولاد يوم في اي صف انت، بقول لك انا مش عارف في اي صف صار. فهذه صارت عم سياسه التجهيل ممنهج من خلال، قبلها من فتره كان اضراب الموظفين الحكومه ولحقوا اضراب الوكاله. حقيقه انه في معاناه حقيقيه احنا في مخيم الفوار وباقي المخيمات طبعا. تفضل. اذا متابعينا الكرام مشاهدينا، هذه هي الصورة. طبعا أشير سادتي الأفاضل إلى أن قوات الاحتلال على مقربة حيث يقف أهالي مخيم الفوار يحتجون على سياسات الأونروا وعلى الإضراب المستمر والمتواصل. تقف على مقربة من هنا، من على مدخل المخيم، تقف قوات الاحتلال وأطلقت قنابل الغاز السام الموصل للدموع قبل قليل باتجاه الشبان المحتجين هنا عند مدخل المخيم. المعاناة كبيرة ومتواصلة، المعاناة مستمرة، النفايات متراكمة وباتت تتراكم بشكل كبير في شوارع المخيم. وبالتالي الناس هنا وصلت إلى مرحلة تريد أن توصل رسالتها. فعالية هذا اليوم الهدف الرئيس والأساسي منها إغلاق المخيم بشكل كامل. في داخل مخيم الفوار حوالي 1500 موظف، ما بين موظفين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، لم يخرجوا إلى وظائفهم هذا اليوم هؤلاء الموظفين. طلبة الجامعات لم يخرجوا إلى جامعاتهم هذا اليوم أيضا. وبالتالي أهالي المخيم يريدون أن يوصلوا رسالة من خلال هذه الفعالية أن الحياة ستتعطل، كما أن الإضراب يعطل حياة الناس في الجانب الصحي، في الجانب التعليمي. الحياة ستتعطل، لن يخرج من يعمل في الوظائف الحكومية والقطاع الخاص. هنالك موظفين حكومة، أساتذة مدارس، موظفين بنوك، طلبة جامعات في كافة القطاعات. نتحدث عن 1500 موظف لم يصلوا إلى وظائفهم هذا اليوم بسبب إغلاق المخيم. لازلنا نتابع. نرحب هنا بأحد الإخوة من أبناء المخيم. صباح الخير، يعطيك العافية، لك المجال، تفضل، شو رسالتكم اليوم؟ محمد دعدر من مخيم الفوار. نحن أبناء مخيم الفوار وجميع عامة المخيمات لازم أن يتوحدوا يدا واحدة، لأنه اللي بيصير إشي كارثة كبيرة عظمى. 105 لهم 105 مضربين عن الوكالة، مضربوا موقفة الزبالة تعبت عنا نفايات. في كبار في السن بأخذوا أدوية، ما فيش الأدوية انقطعت عنهم. يعني الطلاب صار الواحد أمي من الصغير لا بيعرف يقرأ ولا يكتب. الطلاب قاعدين جيل كامل، وإحنا بنوصل لهم الرسالة اليوم مضربين ومساكرين، وراح يظلوا الإضراب مستمر حتى ترجع الوكالة الغوث إلنا، وغير هيك فيش إلنا مطالب. شكرا. شكرا جزيلا، يعطيك العافية. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا، هذه هي الصورة هنا في مخيم الفوار إلى الجنوب من مدينة الخليل. ولازلنا بالتأكيد نتابع على الهواء مباشرة بالتأكيد في هذه والنقل المباشر لهذه الفعالية. أشير مرة أخرى إلى أن قوات الاحتلال تتواجد عند مدخل المخيم كما تشاهدون في هذه الصورة. الاحتلال يتواجد هنا كما يظهر في هذه الصورة متابعينا الكرام. يتقف قوات الاحتلال عند مدخل مخيم الفوار. أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع قبل قليل باتجاه الشبان المتظاهرين هنا. هذه الصورة، هذا هو المشهد هنا في مخيم الفوار وعند مدخل المخيم. يعني على الأقل رصدنا لكم معاناة الناس بتفاصيلها المستمرة والمتواصلة. نشكركم على المتابعة، وسنتابع معكم بالتأكيد في حال كان هناك أي جديد. شكرا لكم، إلى اللقاء.